عايز نشرب في النص ماشي ما يعني براحتك خالص لا مش هشرب لا NASM CPT اختصار لكلمة Certified Personal Trainer Stop جاهز لأي مكان يطلبك Stop تشتمي صح؟ الكورس ده بيأهلك ان انت تبقى مدرب دولي ومعتمد دولي من NCCA Stop انا بس اللي اقول Stop حتى لو مش هتفيدك دلوقتي هتفيدك قدام ها؟ Stop Stop يا ابني على طول Stop 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 هو متسربع ليه قوي كده؟ بيأهلك لو انت عايز تبدأ كارير عمل جديد ايه كارير عمل دي؟ مفيش حاجة اسمها كارير عمل بيأهلك ليه؟ هيأهلك انت تبقى مدرب وتبقى انت اهمها الـ OPT model او الـ Optimum Performance Training model خلاص انا خلصت خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ تك 13 اكشن انا علقت تاني خليها تك 13 كمان واحده كمان هتقدر توصل له بسهوله جدا لو انت اتبعت الاو بي تي موديل يا عماد ويبقى عندك فرصة لزيادة دخلك طب الحمد لله الحمد لله